اليابانيين في هذه المباراة، أولى مباريات البطولة الآسيوية. التصويب جدار الصد لكن خارج الميدان، محاولة جريئة لكن وضع الكرة في مكان صعب. حرص على إلصاق الكرة بجسم اللاعب. 19-14 كلاكيتو، لكن هذه المرة يتصدى تنبات وبدوره لاعب الليبرو من جانب المنتخب الياباني ينقذ الموقف بالكرة الأخيرة. والمشاهد جميلة حقيقة في الكرة الأخيرة. برازيرت طبيعي جدا، المدرب كيوون بارك غير مرتاح على الوضعية الحالية للنتيجة. والمساعي كما قلنا تايلاندية من أجل ثورة على مستوى النتيجة. نعم، من أجل تغيير سيكون دراماتيكي لو ينجح المنتخب التايلاندي في تغيير النتيجة، لكن صعب مع النقطة الأخيرة اليابانية التي تذهب المنتخب الياباني إلى نقطة الحسم 7 بوينت. في مفاجأة ربما لا ندري كانت ستتواصل أم لا. كرة يابانية تاتش أوت والنقطة الرابعة. على كل بداية جيدة للمنتخب التايلاندي في هذه في هذا الشوط الثاني من المباراة. زيادة وارتفاع في قوة المنتخب التايلاندي. هذه كرة جميلة جدا من وراء الخط الخلفي من اللاعب رقم 14 إيشيكاوا يوكي، كابتن فريق، كابتن على مستوى الشارع. يستمران في هذا الشوط الثاني الذي يبدو أكثر تقارب في المستوى من الشوط الأول. إرسال صعب والاستقبال جيد من جانب المنتخب الياباني. غلط الدفاع التايلاندي من اللاعب الياباني صاحب الحركة الفنية. مدرب المنتخب الياباني تتبدل بين الفينة والأخرى. طبيعي جدا تفاعل مع مجريات المباراة. صراع قوي على الكرة الأخيرة. يابانية ناجحة، عادت من الشبكة في مرة أولى ثم ينجح في استثمار الكرة الأخيرة واستغلالها بالطريقة المثلى. المنتخب الياباني التقدم مجددا للمنتخب التايلاندي 13-12. كرة يابانية ليست بالطريقة المثالية لكن ينجح المنتخب التايلاندي مرة أخرى. ناباديت لكن الدفاع الياباني هذه المرة متفطن. واستمر الصراع في الكرة الأخيرة بمشاهد جميلة وشيقة قبل أن يحسمها اللاعب تاكاياتشي رقم 12 بضربة ساحقة يسارية في واحدة من أجمل الكرات منذ انطلاق المباراة للكرة الطائرة. 16-16 النتيجة متعادلة في هذا الشوط الثاني. تسابق وتلاحق ينجح المنتخب التايلاندي في إدراك وتجاوز نقطة 16-15 التي سبقت الوقت المستقطع الفني الثاني في الشوط. الشوط الثاني مختلف تماما مع تعزيز الثقة داخل المنتخب التايلاندي وظهور إمكانيات جيدة للمنتخب في هذا الشوط. لكن هل تستمر أم لا؟ 19-18 ماينس 1 إلا واحد. ناباديت في إرسال صعب، استقبال جيد من جانب المنتخب الياباني وكرة قوية. كرة قوية اصطدمت بجدار الصد التايلاندي وآلت إلى الخارج الميدان، وبالتالي نقطة يابانية من اللاعب يحافظ على فارق النقطتين المنتخب الياباني في هذا المرحلة الأخيرة الفترة الأخيرة. ناباديت قوية لكن متفطن الدفاع الياباني. نقطة يتنفس بها السعداء المنتخب الياباني بما أنه يرفع الفارق إلى مستوى 3 نقاط 21-18. نعم، اصطدمت الكرة ب مدرب فوق الميدان اللاعب ناباديت إلى جانب أنه سوبر ستار يوجه التعليمات. يستمر الصراع البحث عن النقطة. المنتخب الياباني يتواصل، تأتي أم لا؟ جاءت النقطة المنشودة. والشوط الثاني لصالح المنتخب الياباني 25-21، وبالتالي التقدم يصبح شوطان 0-0.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين متابعين حيثما كنتم، نحييكم مجددا على قنوات الامتياز، قنوات الدوري والكاس، لأن يعني المنتخب التايلاندي ظهر فيه بمستوى جيد، كان قادر، خسر الشوط في النقاط الأخيرة في الأمتار الأخيرة للشوط الثاني. سنتبين الأمر. على كل، يعود الإرسال للمنتخب التايلاندي، استقبال جيد، كرة طائرة من مركز ثلاثة قوية من لاعب رقم 14 إيشيكاوا يوكي، وأيضا على مستوى المشاركات والنتائج المحققة في المشاركات السابقة، منتخب تايلاندي يشارك للمرة 16 من 22، 9 مقابل 7. التقدم يعود تايلاند، المساعي يابانية من أجل تجديد الملاحقة، تأتي بكرة من إيشيكاوا، فارق نقطة، إرسال ياباني، الاستقبال تايلاندي جيد للكرة، وضع الكرة والأعداد إلى من؟ إلى النباديت، لكن الدفاع الياباني متفتت، يستمر الصراع في الكرة الأخيرة بين المنتخبين، وكلاهما ينجح في صد الكرة. نباديت من جهة والمنتخب الياباني من جهة، الذي يكسب الصراع الأخير، صراع نباديت وتاكاشاكي قبل أن ينجح نباديت في حسم النقطة لصالح منتخب تايلاندا. قوية قوية يابانية، لا تصد ولا ترد من نيشيدا يوجي. نباديت على الإرسال، كل مكان نباديت موجود، كرة قوية جميلة، لكن الدفاع التايلاندي متفطن، يستمر الصراع بين المنتخبين. ضربة ساقطة وعملية اسقاط ناجحة من اللاعب نيشيدا يوجي، الذي امامنا سحب النقطة الثانية على التوالي للمنتخب الياباني في الأمتار الأخيرة، كان على قاب قوسين أو أدنى. كرة قوية وجدار الصد ممتاز جدا من المنتخب التايلاندي بقيادة اللاعب. إذا تستأنف المباراة أعزائنا المشاهدين بعد نهاية الوقت المستقطع الفني الثاني لهذا الشوط الثالث. الشوط 25-19 25-21، يعني الفوز في هذا الشوط للمنتخب الياباني تعني نهاية المباراة ب3-0، بينما فوز المنتخب التايلاندي يعني تمديدا فاز المباراة إلى أشواط أخرى، ربما الرابعة أو خامسة. الثلث الأخير من هذا الشوط الثالث أو الانتزاع هذا الشوط، والمنتخب الياباني أمام تحدي التفوق لاعبيه، صارت ماينس 1 إلى تقدم 2-0. منتخب تايلاندي أمام التحدي، الكرة الأخيرة يخسر 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 نباديت الكرة الأخيرة، وبالتالي يرتفع الفارق إلى مستوى 3 نقاط للمنتخب الياباني، 19 مقابل 16. هجمة جديدة علها تعطي أكلها للمنتخب التايلاندي وتعيد إلى سكة التسجيل، إلى طريق إحراز النقاط، لكن أمام قوة المنتخب الياباني من مختلف المراكز صعب تحقيق هذه الأمنية. ران في تنفيذ إرسال صعب للمنتخب التايلاندي، الاستقبال أيضا بدوره كان صعب، ولكن النقطة اليابانية من صالح المنتخب الياباني، ولكن تأتي من إرسال، إرسال خاطئ، وكم نبهنا عن الإرسالات الخاطئة. إذا أعزائنا المشاهدين نهاية الشوط الثالث للمباراة بفوز المنتخب الياباني 25 مقابل